اعتقال رجل بحوزته 9 مليون حبة تدخل في صناعة الكريستال في محافظة كركوك. أنغام، إحنا أكثر المواضيع اللي دا تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمخدرات، انتشرت دا تنتشر بالفترة الأخيرة بصورة كلش كبيرة، ونتمنى إنه يسيطرون على هذا الوضع، لأن انتشارها كلش خطير الشبابنا ومراهقينا. طيبة، أنا أحب أخبارك، لأنه دائما أخبار طيبة زميلتي الزبدة والنبدة أكيد من الأخبار الكثيرة الموجودة بمواقع التواصل الاجتماعي. خلينا نتكلم على المخدرات بالآونة الأخيرة، تركيزك دائما على هذا الموضوع، يعني نتمنى اليوم يوصل صوتنا كإعلاميين وقنوات إعلامية، نحارب من أجل شبابنا وبناتنا ومن أجل المجتمع العراقي. نلاحظ بالآونة الأخيرة بنشوف الكثرة، يعني انتشار كبير جدا للمخدرات وللتجار، وكل المحافظات أنغام، وبعداد كلش هائلة، يعني مو أعداد بسيطة، 9 مليون حبة هذه يقدر انه ينطيها المحافظة كاملة. احنا 40 مليون نسمة بصراحة، اقول لك اياها، ف 9 مليون، يعني 9 مليون، يعني يا الله يا الله.